حبي هيدا ممكن عرفنا عن هذا صاحب التابوت؟ صاحب هذا التابوت الحبيب الإمام الحجة شيخ الإسلام الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن الإمام المنصب محسن بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس. هذا الحبيب ولد سنة 1257 في 19 رمضان، ولما شب وترعرع وبلغ البلوغ أخذ العلم عن مشائخه، ومن مشائخه جدكم الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، وأما شيخ فتحه فهو الحبيب صالح بن عبد الله بن علي بن أحمد بن علي بن محسن بن عمر بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس. الحبيب أحمد بن حسن العطاس هذا مشهور ومعروف عند الكل، وله جمع كلامه في تذكير الناس وفي تنوير الأغلاس، وجمع من تلاميذه أحمد بن حسن بالخير، وهو معروف للجميع. توفي هذا الإمام سنة 1334 في شهر رجب في السادس من شهر رجب. خلف من الأبناء اثنان، سالما وعلي، وتولى المنصب هذا الحبيب بعد والده الحبيب حسن، لأن المنصب في حريضة خاصة بآل محسن بن حسين، محسن بن حسين في القبة الثانية، فمحسن بن حسين هذا تولى بعد أبيه. الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس لما توفي مؤسس المظهر النبوي في حريضة آل البيت، كان خليفته منصبه بعده وخليفته الحبيب حسين بن عمر صاحب القبة الثانية. الحبيب حسين له 10 أبناء، من أبناء محسن بن حسين اللي هو جد هذا الحبيب وجد الحبايب المناصب آل زين مناصب أيضا، وهم مناصب الحبيب عمر كذلك. فالحبيب محسن جعل ابنين من أبنائه مناصب، الأول الأكبر وهو علي بن محسن بن حسين، والثاني محمد بن عبد الله بن محمد بن محسن بن حسين اللي وجد هذا الحبيب. فبعد الحبيب محسن بن حسين تواتلت المنصبة في اثنين من ذرية الحبيب محسن بن حسين اللي هو عبد الله بن محمد بن محسن وعلي بن محسن. أما الحبيب علي بن محسن كذلك جاب عبد الله بن علي أحمد بن علي وعبد الله بن أحمد بن زين الدولة، كذلك الحبيب عبد الله جاء أبي ابنه، كذلك الحبيب زين ابن ابنه الحبيب زين بن محمد، وزين بن محمد أتى بالمنصب عمر بن زين، وعمر بن زين أتى بابن عبد الله بن عمر بن زين، وعبد الله بن عمر بن زين ابنه الآن موجود منصب محمد بن عبد الله بن زين. وأما هذا الإمام فإن والده منصب، وهو منصب تولى المنصب الحبيب أحمد بن حسن، فوق المنصبة جمع لذلك العلم، فهو منصب في مقام محمد بن محسن، وهو خليفة عن والده الحبيب حسن بن عبد الله، واشتهر بالعلم أكثر ممن اشتهر بالمنصبة والأخذون عنه، وهو منصب ابن منصب كذلك. الحبيب أحمد بن حسن غني عن التعريف، يعرفه كل الناس وكتبه تشهد له. هذا الإمام نسأل الله سبحانه وتعالى، وكما قلت لك هؤلاء الأئمة مثل الحبيب أحمد بن حسن والحبيب بكر والحبيب صالح، لو استطعنا أن نتحدث عنهم ساعة لما وفيناهم حقهم ولما انتهى الحديث. نسأل الله، هذه نبذة موجزة عن ترتيب المنصبة في حريضة، وهي مذكورة في كتب العطاس وكتب غير العطاس، هم يعرفون أنه لا يزال في حريضة منصبان. الحبيب أحمد بن حسن العطاس نفعنا الله به وبأسراره إن شاء الله، وهم كلهم أبواب إلى الحضرة الكبيرة حضرة الحبيب عمر، وهو نائب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قرة عين للحبيب عليه الصلاة والسلام. سأل الله أن ينفعني وإياك بأسرار هؤلاء، وأن نقتدي حذوهم، وأن نعمل مثل أعمالهم، وأن نحافظ القرآن وعملوا به، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكرا يا حبيب.